بسم الله وبعون الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلي وعزوتي وناسي في حضر موتي وخارجها حديثي أو ذاكرتي هذه في هذه الحلقة تنصب على ما كنت أتمناه ولم أجده كنت أتمنى أي شخص تقلد سلطة سابقة أن يدون كل ما ما مرسه أو ما شاهده أو ما عايشه بشفافية لأنها جزء من تاريخنا وللأسف كل معظم من تولى السلطة في هذه البلاد اما مدح او لم يكتب شيء، حتى وقع في يدي كتاب تاريخ التاريخ العسكري للجيش البدوي الحضرمي، اهداني اياه مؤلفه، تصفحته مرورا فبهرني ما كتبه الرجل الرجل ليس مؤرخ ولا أكاديمي خريج في الجامعة يدرس على الفترة وهو صبي صغير طاف كل الصحراء الحضرمية مع والده العسكري تمرس وتربى بنقاوة البدو تلك الأيام لما كان البدوي لما يقول لك يعمل هذه الحركه فاعتمد مصداقيته على طول نبل مصداقيه صدق امانه وقوف على العهد اشياء نادر ان تجدها اضاف هذا الرجل بساطة تلقائية السرد أضاف هذا الرجل مش لي وكان المفروض أنه كل الناس يقرأوا هذا الكتاب معلومات عن حضرموت موت من أين إلى أين أضاف هذا الرجل إبراز شخصيات كانت التغذية معاكسة يعني الوصف بالشخصيات عكس ما كتبه الرجل الرجل كتب بدمه بامانه بشفافيه تاريخ الجيش البدوي الحضرمي ولكنه تطرق للجيش النظام للشرطه المسلحه لجيش الكثيري للشرطه المدرية، للفرقه الموسيقيه السلطانيه كلها عسكر كلهم جنود رهيب هذا الرجل رهيب بأمان حكى بأمانة عجبنا أو شدنا دفعني أقرأ كتاب آخر للدكتور صادق مكنون لكن وجدت متعة في كتاب ناصر من هالي متعة رهيبة جدا سلاسة سلاسة في الكتاب ما تمله يحث لك انك تكمل القراءه، لا تنام اقرا. تكلم الرجل عن الجيش البدوي الحضرمي ولكنه اعتبر كل الجيوش حضرميه وكل القاده حضارم. بعت نقاط عن الجيش البدوي الحضرمي ثم ساسترسل في باقي الموضوع تأسس الجيش البدوي الحضرمي عام 1939 طبعا قبل ما أولد أنا أول مكان قرأت في كتاب أنه في قصر الكاف في الشحر كانت النواة الأولى ولكن الكتاب ركز على إنه أول مركز تدريب وقيادة للجيش بدو حضرمي كانت في غير بن يومين ما زالت القلعه الى اليوم شاهد على ذلك التاريخ تسعه وثلاثين تخيلوا الذاكره تسعه وثلاثين جيش بدو حضرمي في غير بن يومين النخبه الحضرميه في غير بن يومين ما تطلع الرجوله الا من هذه الاماكن التاريخ ما ما دخلي انا، هم هكذا التاريخ عجبوه. على كل حال فيما بعد عندما ثبت ترشيخ الجيش البدوي انتقل الى جيش الباديه بشعب الباديه ليون، 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 اسد هم يسمون البدو لا لجون لجون لا بالعربي يكتبون لام يا جيم واو نون لجون حتى في البرقيات الموجودة في الكتاب بهذا الاسم لجون هو لون الأسد نقطة ثانية تخيلوا أنه هذا الجيش البدوي كان موزع في الصحراء الممتدة من المهرة إلى بلاد الواحدي إلى ربع الخالي كله موزع بطريقة عسكرية دقيقة جدا 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 المركز 34 مركز هذا المركز في صحراء ترابية قاحلة إذا يحتاج إلى سيارات وحركة ومعدات ثقيلة في هذا المكان إمداد معدات لوجستية ثقيلة مركز في الرملة 70 في يحتاج الى نقل سريع خفيف سيارات دفع, دفع رباعي والمعدات تكون قادرين على حملها بسرعة ونقلها بسرعة وكانت التواصل بين 34 مركز مستمرة حتى قوة جوية في مطار بحران تخيلوا 39 كان في مطار في بحران الان مزارع كان في مطار في فوه تخيلوا من الاشياء اللي أحبت كان انضباط العسكري رهيب في كل الجيوش الحضرميه انضباط في الموسيقى في الامن انضباط رهيب ما زال يعمل ببعض هذه الضوابط في بعض الدول إلى اليوم قبل المغرب قبل غروب الشمس في حصن باحوش القلعة اللي فوق ملسة الحداد يطلع الجندي وينفخ بوك بموسيقى معينة فيستعد الجنود في المستشارية وفي قصر السلطان طابور حرس شرف لإنزال العلم هذا مع المغرب قبل المغرب ينزلوا العلم بالتحية عسكرية انتهى بعد الفجر العسكري بالبوق موسيقى معينة الحرس الشرف يرفعوا العلم تخيلوا ما موجود الآن من يوميات الجمهورية ما عادش موجود هذا الكلام نحن ما نحترم علمنا عندنا علام يم لكل طائفة علم من الأشياء المأثورة في تلك الفترة قادة قادة كبار مسؤول الدوريات على ال 34 مركز هذه كلها رتبته يا ملازم اول يا نقيب الان حتى اللي يمسح البلاط القائد عمر سالم الجوهي قائد الدوريات اخيرا عطوه بعد ما ازاحوه عطوه درية عقيد بعد الوحده عطوه درية عقيد بعد الوحده عطوه درية عقيد وهو قدر في المعاش بينما هو يحتاج مش لواء رئيس كل اللوات اللي في البلاد رحمه الله عليه حيا ميتا ما بعرف انا بس كان رجل شهم ملاحظة ثانية 67 انهوا حاجة اسمها جيش نظام، جيش شرطة مسلحة، جيش بدوي حولوه لواء 30 وعملوا لواء 30 جيش بدوي حولوه إلى ثلاث كتائب رقم 11 كتيبة 11، 12 و 13 ودخلوا عناصر أخرى ضمن هذه اللواء اللواء لكي ينهوا حاجة اسمها جيش بدوي نهائيا خلقوا مشكلة الوديعة. في قوة في الوديعة من أبناء البلاد قوة وإن كانت قليلة دخلت فيه معركه غير متكافئه بامر من وزاره الدفاع. وتم حصار هذه القوه اكثر من 15 يوم. لا دعم لوجستي ولا تموين ولا ذخيره ولا حصار من كل شيء من اللي محاربين ومن وزاره الدفاع. ولولا اراده الله وحنكه القاده في ذلك المع... المركز الحدودي استطاعوا الافلات ولا كان حتما سينتهون الموت استطاعوا الافلات والنجاه بارواحهم وفنشوهم بعدين تقريبا هذه ملاحظات أولية عن الجيش البدوي عن الكتاب أعتقد قربنا من الراحة نرتاح شوية دقيقة دقيقتين ونعود لواصل الحديث عن الجيش البدوي شكرا جزيلا لكم مرحبا ايها الساده المشاهدون نعود اليكم لنواصل الحديث عن الجيش البدوي الحضرمي والجيش النظام والشرطه المسلحة نطف صغيره كنا تاسس الجيش البدوي في تسعه وثلاثين غير بن يومين عله تركيبه الجيش البدوي كانت أكثرها هدفها خدمية خدمة البادية التو... التو... حل الإشكالات مع البادية من طرف أب... أبناء البادية اللي في الجيش كل ما يتعلق بدوام بشت... الحال والاستقرار للبادية أنيطت بالجيش البدوي هذا الو... وظائف إضافية لمهامه حتى التعليم أضيفت للجيش البدوي إضافة لمهامه العسكرية 34 مركز من المهرة إلى بلاد الواحد كانت مسؤوليته أه نقدر نسميها حماية الحدود والحفاظ على الأمن لهذه السلطنات الأربع وما اقتصر على هذا الجيش البدوي اقتصر على الامداد الغذائي والتعليمي والمائي للباديه في حالات الجفاف والمجاعه والى اخره. كان الجيش البدوي بعد نجاح التجربه لقلوب باشا في الاردن بخلق جيش من الباديه اكثر انضباطا جاءت التجربه لتطبيقها في حضرموت ومن شروط الجيش البدوي اول شيء لابد ان يتعلم البدوي الذي الذي غير متعلم يتعلم القراءه والكتابه ضروري اثناء اداء الخدمه ممنوع العمل التجاري يتفرغ للعسكره لانه كانوا اول أي كلام قبل الجيوش هذه كان أي كلام جيش وقت الاستدعاء كان انضباطه انضباط شيء لا يصدق والله لما أحكيها للشباب كيف كانت الشرطة والجيش 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 يستغربوا عندما يشاهدوا الواقع اليوم الجيش الهندام عدم الدخول في مهاترات هل تصدقوا حتى الكلام في الجيش البدوي يمنع استخدام الكلام الهابط يعني هذا مش جيش هذه اسره عائله عائله محترمه من المشاكل اللي واجهت الجيش البدوي طبعا او خلينا نكلم الجيش البدوي له زيين زي للعمل وزي للاستعراض هذا الرجل تكلم باعتباره عضو من الجيش البدوي والده كان من قاده الجيش البدوي ذيك الايام كان والده نجمتين وقائد معسكر الان قايد 10 انفار رغم عميد ولا ما اكبر من ذلك على كل حال الشاب ناصر حينها تعلم تعلم هذه الصفات التي فرضت على الجنود تعلمها وهو شاب وما زال الى اليوم اراه متمسكا بها تنقل الشاب هذا في وظائف عده اول عمل لهذا الشاب انه انصف صالح بن سميدع كان يقول ان هذا عميل وهذا وهذا بن سميدع اللواء بن سميدع انصفه عسكري من الطراز الاول هو عسكري في الهند على مستوى قاده كبار في الهند بيجي هنا بيضعف لا يمكن والله انا لما شاهده وانا طفل شاب من سميدة حتى لما ينظر اليك تهابه كانه نمر بيفر فيك ما بالك الجنود تخيلوا هذا اللي كتب ناصر يقول انه التعليم مهم بن سمادع كان عنده التعليم في الجيش مهم توافقت النظرتين الجيش البدوي وجيش النظام ان التعليم مهم للافراد الجيش ولابناء افراد الجيش وبنات افراد الجيش ظهرت مدارس الباديه ابناء الباديه حق الجيش النظام وحق جيش الباديه بعدين جمعوهم في الشراره مع بعض على كل حال هذا من مزايا لكن كانت قيود على الجنود ممنوع 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 من يحافظ على هيبه الجندي والجيل اللي لابسه جيش النظام بدايه كان 34 تاسس كان غير منظم وقت الطلب يستعدون لكن لما جاء السلطان صالح وجدوا لابد يغير الكلام وكان من لفه كوكتيل من البشر لابد يخضع جيش النظام للتنظيم واستطاعوا ان ينظموا جيش النظام جيش النظام زي ما بنقول الحرس الرئاسي مهمته السلطان والهكذا والمراسيم في هناك شرطة مسلحة ذكرها الكاتب وأيضا هذه مهمتها الحفاظ على النظام في الألوية اللي هي المديريات والمحافظات الصغيرة لواء الغربي ولواء الأوسط ولواء فيها الشرطة المسلحة كلهم كانوا متقيدين مع بعض حسب ما كتبوا في الكتاب وحسب ما قراته في كتاب كلهم يعني صرامة في الأداء صرامة في تطبيق النظام على على الجنود أولا ثم على ال كان شيء عندما زارت ملكة بريطانيا المملكة المتحدة عن يعني مزارة الجذب عدن طلع فوج من جيش البادية بالزي الرسمي، الجزي الرسمي هو الأبيض استعراض كان مسارع جاب الملكة هذا الجيش انبهرت يعني كل شيء بالمسمار مش مار ما يتعوي فولاد الفرقة الموسيقية في حضرموت طلعت إلى عدن هي اللي قادت الاستعراض الموسيقي أمام الملكة بالموسيقى اللي تعزفه بل حياة ليلة سهرة للملكة عشاء وكان تعزف موطوعات عالمية ل موسيقى موسيقيون عالميون انبهرت هؤلاء اللي ما عندهم دخل اللي ما عندهم مرتبات زي الناس بهذه الجودة بهذا الانضباط شوفوا المعدن عندما تفحصه يلمع ومش كل ما يبرق ذهب لكن هؤلاء معدن نادر كانوا كلهم على أي حال استعرض المؤلف عمل الجيش البدوي كان الجيش بدوي يهتم بالإمداد بالعلاجات الصحية أو المراقبة الصحية للبادية المتنقلون كان يهتم بتوفير الماء للباديه في وقت شحه الماء كان يهتم بتوفير التموين للباديه وقت المجاعات والظروف القاسيه مهام فوق مهامهم وكانت تخيلوا ايش بدوي هذا يوصل الى مسافات في الصحراء ما حد يوقف امام خشم بدوي نتمنى ان يعود الوضع والانضباط والقدره القتاليه وال الى ما كانت عليه ليست عداوه وانما حمايه وهيبة جيد معظم اللي تخرجوا من جيش البدوي من المدارس الباديه كانوا هم النواه الاولى او النواه الرذيف للجيش البدوي يتخرج يمتصوا جيش بدوي يطوروا كانت مدرسه تحسين الوحدات شوفوا معظم ضباط جيش البدوي وجيش النظام اخذوا كورسات ودراسات في بريطانيا سان هيرث كليه مشهوره في عسكريه في بريطانيا مش كده وبس مدرسة تحسين وحدات في الم... في المكلف هنا في المكلف جنب المو... جنب السدة كانت قريبة من السدة هي بمثابة مدرسة أركان إدارية مالية تنظيمية تخطيطية كل شيء فيها لغة عربية إنجليزية كل شيء فيها للضباط تطوير الضباط ترقية الضباط عبرها يعني كان نظام عسكري شامل أنا كتبت هذا عن هذا الرجل ناصر منهالي وقرأت كتابين فقط الجزء الرابع والخامس الجزء الرابع مرورا والخامس أكثر من مرة رجعت إليه وكتاب الدكتور صادق وأتمنى أن أقرأ الثلاثة الأجزاء المفقودة أه بأمانة كنت أتمنى كل من تولى سلطة في هذا البلاد أن يسجل ما يقارب ما سجله مصر هالي ما يقارب ما يكتب الحقيقة كاملة يكتب لنا الشيء اللي نقدر نرجع إليه أبنانا والله أبنانا يستغربون بعض الطروحات يستغربون انه هذا كان موجود يستغربون انه في ايام الفقر كان الجندي زيه كاوي زي حد الموت الكاوي مكوي زي حقه الشورت السروال القصير والجزم الصندل اللي عليه ملمع مضروب يلمع مع انه ما كان سد كان تراب هيبه العسكري هيبة الدولة هيبة الجندي هو يعطي الدولة هيبتها فأتمنى لبلادي ولأهلي ولناسي ولكل الجنود أن يكونوا بنفس المثالية التي كانت ولن يحميها إلا هؤلاء وأبناؤنا هم الرذيف كنت اتمنى ان اقرا عن تلك الفتره ما يكفي ولكن للاسف الوقت يلهمني واكتفي بما وارجو ان يصل ناصر المنهالي ما قلته لانه ما اخبرته اني ساسجل هذه المكالمه شكرا جزيلا نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله الى اللقاء thank mm. you